من الآن فصاعدا صار أمر إعلان التعبئة وحالة الحرب في تركيا من صلاحيات رئيس الجمهورية، فما الذي تغير؟ في السابق كان ذلك من صلاحية مجلس الوزراء. بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي عام 2018 لم تبقى لدى مجلس الوزراء صلاحية إعلان التعبئة وحالة الحرب، فنقل الأمر أخيرا إلى صلاحيات الرئيس. طالما أن الأمر بهذه البساطة، لماذا تأخر القرار؟ المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم يقول إن حالة الاستنفار والحرب تم تحديثها بما يتوافق مع التغييرات الجيوسياسية في المنطقة. لكن في البحث حول سر التوقيت يفيد مصدر مقرب من الحزب الحاكم لسكاي نيوز عربية بأن سبب التعديل هو ما حدث قبل فترة قصيرة، إذ تم القبض على بعض المسؤولين بتهم التخطيط للانقلاب، وهو ما استدعى الحاجة لإعادة النظر في القانون لسد أي ثغرات محتملة فيه حسب قوله. التعديلات الجديدة على لائحة إعلان التعبئة وحالة الحرب في تركيا شملت نقاطا جوهرية وفق المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية، أهمها مادة تتعلق بجنود الاحتياط، ونصت على أن من تم فصلهم من القوات المسلحة والواجبات العامة والمهنة بموجب مراسيم يمكن استدعاؤهم خلال حالة الطوارئ كجنود احتياط في حالة التعبئة والحرب. هنا يتبادر سؤال، إن كان النص يشمل العسكريين المفصولين على تهم محاولة انقلاب، يجيب خبراء بنعم، ويربطون في ذلك بين توقيت إصدار التعديلات الجديدة وعفو أعلنه الرئيس أردوغان قبل أيام استفاد منه 6 جنرالات شاركوا في انقلاب عسكري حدث عام 97 و900 و1000. محمد المشهر، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.